You won't believe the night I had. I was in babysitting hell. عايزين تتكلموا كده انجلش صح جامد، وعايزين تتكلموا بيه بتاع بقى I go to school by bus because I was it's your choice. 10 نصايح هقولهم لو ركزنا فيهم نطقنا هيتغير 180 درجة. ابتدي بالأولانية، ذا ولا ذي؟ هي ذا طبيعي، ذا دور، ذا مان، ذا بوي، ذا جيرل، ذا ويندو، اوكي. لكن في حاله مهمه جدا، لو ذا جه بعديها حرف متحرك لازم انطقها ذي، يعني لو جه بعديها اي اي او يو اي لازم اقول ذي. امبريلا هتبقى ذي امبريلا، وهي ذا امبريلا كده شكلها انت حاسس في حاجه غلط اكيد، اوكي. عندي مثلا اويل زيت، يبقى ذا ولا ذي؟ اقولها او ها ذي اويل، يس طبعا ايوه كويس، اوكي. عندنا بعد كده كلمه انترنت، يا اما تقولها ذي انترنت يا اما ذا انترنت، تاني الكلام واضح جدا يعني ذي انترنت، اوكي. ده اول سر من العشر اسرار اللي هنقولها في الحلقه دي. That's the only way you're gonna keep your family safe. سمعنا الجزء ده بيقول له the only way keep your family safe. قال بقى ذا ولا ذي؟ ركزتوا؟ هنقلها تاني دلوقتي. That's the only way you're gonna keep your family safe. The only way you keep your family safe. The only. قالها ليه the only؟ علشان في all. تخيل الفرق بينه وبين the only. بخصوص النقطة رقم 2 و 3 قدامك اختيارين، ما تسمعش كلام نطقك يبقى وحش وتقولي بقى don't go و next Friday و last Monday، لما تسمع الكلام اللي هقوله دلوقتي ان لما تيجي بتيه في الاخر ما تنطقهاش لو بعديها كلمة اولها حرف ساكن، كلام رخم غريب. لا ركز في الامثال اللي موجودة عندك دي. عندي مثلا last زائد Friday ما فيش تي، اديها last Friday على طول هتبقى last Friday، next مع Monday على بعضيهم يبقوا next Monday. لو قلت مثلا fat boy ايوه fat boy، اوكي التي في الاخر بعديها كلمه تانية مفيش تي. next friday last monday مش next friday next friday ده شو last monday no don't do that. دي كانت التانية. الملحوظه الثالثه عندنا، لما تيجي تي بين حرفين متحركين والنقطه دي امريكان صرف، نقطه واحد ونقطه اثنين كانوا اي انجلش كويس، امريكان بريتش استراليان دي بالذات مشهور بيها الامريكان. التي بين حرفين متحركين هتتنطق بين الدال والريه نطق كده زي better طبعا انتوا عارفين نطق الايجيبشن بقى بيتر ومش بيتر وكده يعني خلاص. water يعني فرق كبير جدا لما تقول ميه احسن مثلا تقول better water، احسن تقول بقى ايه بيتر ووتر وكده. يبقى عندنا better water. وخلي بالك التي بين حرفين متحركين حتى لو في وصلة كلمتين زي a lot of اللي انت هتقولها بسرعه a lot of او get out اللي انت هتقولها get out. تخيل الفرق بين get out و get out. اوكي get out. يا سلام بقى الباشا اللي يعرف يقول لي get out زائد of زائد here اللي هتبقى get out here وليس get out of here. point 4 و point 5 عن حرف ال O. اوكي حرف ال O الدور اللذيذ ده في سر خطير جدا جدا جدا، لما يجي ال O يبقى تاني حرف في الكلمه. خلاص ركز معايا، اسمع ده واسمع ده. عندك دلوقتي complete ولا complete، connection ولا connection، together forever ولا together forever. الاو تاني حرف يبقى ضعيف جدا جدا جدا، مش محصل يبقى او اساسا، يعني ما نقولش together هنقول ازاي together. الميلادي tonight. طب بكره tomorrow، طب النهارده today. يعني بقول لك مثلا هعمل وصله النهارده فقدامك اختيارين، تقول I'm making a connection today ولا connection today. ده بالنسبه للاو. طيب احنا قلنا الملحوظه الرابعه والخامسه عن حرف الاو، الرابعه خلصت خلاص يبقى today tomorrow tonight complete forget. لكن اللي بعديها بتتكلم عن حرف الاو برضه في الامريكان انجلش. في الامريكان انجلش عندنا الاو لو هي الحرف المتحرك الوحيد اللي في الكلمه بننطقها يعني ما تقولش stop not got، هي مش غلط هي تبقى بس بريتش. بالامريكان stop not got a lot. يبقى دلوقتي لما تقول مثلا I got a lot of water، يا في ولا بسرعه خلي بالكم معايا I got a lot of water. بالايجيبشن انجلش I got a lot of water. تاني I got a lot of water. اوكي it's your choice. عشان اصالحك وارضى عليك there are many things you should do، حاجات كتير لازم تعملها. Stand up when you talk to me، قوم اقف وانت بتكلمني. Stand up look at me make me understand، قوم اقف بص لي وفهمني. في النقطه رقم 6 بنتكلم عن his و her و him، اللي اقولهم اتش هتتشال لما اتكلم بسرعه يعني براحتك. عايز تقول I saw him، انا شفته I saw him، بسرعه تبقى I saw him. عايز اقول لك مثلا give her a chance، اديها فرصه. اسال بسرعه give her a chance مش give her a chance كده اوكي. تاني لو قلت لك انا عارف اسمه بالراحه صح I know his name، بس مين بيتكلم كده هتقول بسرعه I know his name، اديني نمرته give me his number اللي هي بالراحه give me his number. تاني him her his، لما تتكلم بسرعه مفيش اتش. He's only got one piece left that he needs and I intend to stop him before he gets it. سمعنا قالها ازاي the rock اوكي okay. I intend to stop
him لا لا I tend to stop him I tend to stop him before he gets it. مظبوط رقم 7 و8 ركزوا معايا كويس جدا. مايكل جاكسون قال in 1983 سنة 1983 Don't wanna be a boy, you wanna be a man. بالراحة بقى كده. Don't wanna اللي هي بالإيجيبشن don't want to yeah. Okay. طيب التين تشالت don't عرفناها في point 2. Okay. يبقى don't wanna. يبقى wanna دي. Wanna دي اختصار want to. Okay. لما بقى I want to travel, I want to eat. بدأت دي كتير بنقولها زي wanna. أنا عاوز I wanna. عاوز أسافر I wanna travel. عاوز أتكلم أحسن I wanna speak better. برافو. I wanna speak better. مش عاوز بقى هتبقى إيه بقى I don't want to ولا أيوه I don't wanna. I don't wanna. Okay. اسمع المقطع ده من الأغنية. You wanna be a boy, you wanna be a man? Okay. دي كانت 7.8 gonna. Gonna اختصار going to. ودي مش going to اللي هي يذهب إلى دي going to يعني سوف. وعدوا لها will وحشة. لا will زي الفل. دي سوف بس في القريب كده يعني إيه في السريع حاجة planned وحاجة معروف مكانها وزمانها. إيه أنت مسافر بكرة الصبح مثلا تقول I'm going to travel tomorrow morning. I'm going to travel. ممكن بقى تقولها أسرع وبنسيابية أكتر وتقول I'm gonna travel tomorrow morning. حاول تتدرب عليها معايا. قول مثلا أنا هشتغل كتير بكرة. Gonna work a lot tomorrow. Gonna work a lot. هتقول gonna work a lot. هتقولها ثلاث مرات أربعة. Gonna work a lot. Gonna work a lot. Gonna work a lot. Yes. Do it again. That can 7 or 8. محفوظة رقم 9. And A and D. ما نطقهاش and أبدا. ينفعش تقول أنت وأنا. You and me. ينفعش تقول فوق وتحت. Up and down. ينفعش تقول توم and جيري. لا. ينفعش تقول أسود وأبيض بلاك and white. هي إن بس. هي إن بس. هتبقى You and me. Tom and Jerry. Up and down, black and white. أرجوكم. عشان كده تاني. بس استنى مش هقوله كده تاني. افتكر. Of course, thanks and for your information. لا لا. دلوقتي بنتكلم مع بعض نقطة رقم 10، نقطة رقم 10 حبيبي اتكلم عن ام جي، مش عايز اسمع حد بيقول جي خالص فيها، يعني بتقول مثلا كامينج باك، نوت شعبي العادي كامينج باك جوينج هوم، لا يا بابا مفيش الكلام ده خالص، انت بتقول على كامينج باك جوينج هوم، يعني مثلا كلمة زي كلمة جناح لما وينج، لما حضرتك بقى تقولها بالجي هتبقى ايه؟ وينجز؟ أجنحة؟ وينجز وخلص يعني ولا ايه؟ لا يا بابا، بقى احنا عندنا دلوقتي ام جي تبقى من غير جي تماما، سيرش دلوقتي أغنية المطربة الكندية ايفر لافن وهي بتقول اسمع معايا الأغنية دي. أيوة كده، يبقى waking up I see that everything is okay. عاش الواحد.